القيادة مستهدفة، الشعب مستهدف، الوطن مستهدف، ما عاد في منطقة رمادية، الآن ما عاد فيه طبطبة ولا عاد مجاملة ولا سكوت. والله قاصديننا ومبيتين النية ومع إيران وأردوغان والإخوان قاصدين المملكة العربية السعودية. الآن شوف المواقع القطرية تقول عني عالم سلطان ومطبل، طيب ويسمون هذا الشاق اللي مثلا ينحرف ويعارض الدولة ويخون ويتمر حر شريف مناضل، من أعطاكم خولكم أنتم تعطون مقاييس؟ طاعة والي الأمر هي خيانة، طاعة والي تطبيل وعالم سلطان، والخائن المنشق الذي يلجأ إلى دول آخر يعادي بلده ويسب وطنه ويسب قيادته يسمون حر مناضل شريف. ونادي جماعة الإخوان المسلمين بالمراجعة والاعتذار. الاعتذار من ماذا؟ تعتذر للشعوب التي سالت الدماء فيها، تعتذر مما حصل من حروب أهلية ومواجهات باسم الحاكمية.